7 8 واحنا في ثانية نبيع للحتة وكتر ثانية يعني شقاف وستان لي جاكيتة دي حاجة تانية حواس الدنيا ده احنا يا ولدي نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية اطحن بني ولا ما اخبار اهرام جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل الجورنال من ايدنا حنين الجورنال من ايدنا حنين على زبايننا اهواجي جزمجي مكواجي اهواجي جزمجي مكواجي دفع القرش ده سهل وهي لاجل عيوننا اينما كنا ده احنا يا ولد بنبيع اخبار أهرام أخبار جمهورية اطحن بني ولا أنا أخبار أهرام جمهورية حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قدام يجري الفار شد الحاجة تنام وتغطى واطحن بني ولا أنا حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قدام يجري الفار شد الحاجة تنام وتغطى واطحن بني ولا أنا حتى يا بطة يا فلفل شطة إن جت قدام يجري الفار شد الحاجة تنام وتغطى بت انت بتعد عليا ها اوه انا مش بت انا معلمه فاهم يا شيخ اهو اللي حصل كده انت عاوز مني بتجري ورايا ليه مستخفي روحك مستخفي دمك اوعى كده ما بعبرش طب ماشي انا كسرك هدغدغك اقتلك ايه بقولك اكسرك اموتك اقتلك يا اخي قول انت قول لي حاجه اي حاجه اليوم اللي كنت بستنى يا سلام هتكلم وانا كمان يا نعيمة كنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه بتبيعي بضاعة بحق وحقيقة مش بتبيعي همبكة وحركات يعني عجبتك يا سلام اوي يا نعيمة والنبي صحيح صحيح يعني كده من امتى من زمان اوي من زمان أمال ما كنتش بتفضفض لي ما كانتش عجباني شغلتك ودلوقت انت مراتي تقولي مراتي انا
بعرفش ابص كويس. انتي من عينيكي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا حاجات حاجات كتير قوي. يعني زي ايه؟ بيقولوا بيقولوا كده. لا مش كده. امال ازاي؟ أرام أخبار جمهورية. أخبار إيه يا دكتور ماتياس حبارد؟ النهاردة الصباحية لسه الأخبار. والنهاردة الصباحية؟ ده لما افتح اشوف مين خصميني خبطني. السلام عليكم. الله يسلمك. طب السلام عليكم. عامل الوحش. ايامكم كلها عسل عسل عسل. دو يا عروس دو عريس. اوعى اطلع معاه يا نعيم. لا خد انت. تسلم ايديك يا خالتي. انا يا اخويا ما عملتش حاجه بايدي. يالي ولاد هم اللي عملوه. تصدق انهم ما خلونيش احط ولا ملين. طب هم مالي يا ماما؟ مش اخواتي؟ عقبالهم يا رب. عقبال ما نجيب لهم الافراح. طب اعتذركم بقى لما اروح للحاج يونس العطار اوديه.